صباح الخميس 20 من مارس من العام 1997 بينما كان أحمد الهامل في طريقه إلى السوق على متن سيارته وما أن بلغ الطريق الرئيسي قادما من دوار أولاد إبراهيم في شيشاوا حيث يسكن حتى فوجئ بكيس كبير لونه أزرق وقد وضع على جانب الطريق. كان الوقت باكرا، توقف ظن أن أحدهم يريد إلى السوق وأنه يحمل بضاعة ما وينتظر وسيلة نقل. لما أمعن النظر لم ير أحدا بجوار الكيس، تغلب عليه فضوله فنزل من سيارته وتوجه نحو ذاك الكيس الأزرق، وقبل أن يلمسه وينظر ما فيه حرص على التيقن من أن لا أحد في الجوار. اقترب بحذر، كان الكيس مغلقا بإحكام. لمسه، مرر كفه على معظم جوانبه، كان ما في داخله يبدو منسجما كالدقيق. خيل إليه أنه دقيق، عمد إلى الخيط الذي أغلق به الكيس، تمكن بصعوبة من فكه. لما نظر إلى ما في الكيس بدا له دقيقا، أخذ بين أصابعه عينة منه، كان دقيق قمح. استغرب الأمر، تساءل من هذا الذي ألقى بكيس الدقيق على جانب الطريق. أما بالانصراف ولكن الفضول يغالبه، لم يظهر أحد في الجوار. قرر أن يحمل الكيس في سيارته ويمضي بعيدا ويفرغه، فقد صارت تخامره شكوك وصار يظن أن الدقيق ربما أخفى شيئا آخر. حمل الكيس ووضعه في سيارته ثم انطلق. تجاوز دوار ماشو، وقبل أن يبلغ دوار جراوا اتبع طريقا غير معبدة، ولما بلغ شجرة ركن سيارته. أنزل كيس الدقيق، الآن يمكنه أن يفعل ما يريد. أدخل يده في الكيس وغابت في المسحوق الأبيض، وفجأة لمس شيئا حسبه كيسا من البلاستيك. حاول أن ينتزعه ولكن ضغط الدقيق كان يحول دون ذلك. فكر في إفراغ الكيس على الأرض ثم تراجع، أدخل كلتا يديه في الكيس الأزرق وحاول أن يزيح الدقيق من حول الكيس البلاستيكي. لقد أيقن الآن أنه كيس بلاستيكي، تمكن من رفعه، ثم بصعوبة تمكن من إخراج الكيس البلاستيكي الأسود. لما فتحه وجد بداخله ملابس، بذلة رجالية كاملة تم لفها بطريقة عشوائية. فتش أحمد جيوب السروال، لم يعثر به على شيء، وفي جيوب المعطف اكتشف أوراق هوية، جواز سفر وبطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة، لم يعثر على أي شيء آخر. أدخل يده من جديد في الكيس الأزرق ومضى إلى أسفله، لا شيء آخر فيما يبدو. فتح جواز السفر، صاحبه يبدو شابا، صف شعره بعناية، اسمه عبد اللطيف قادر، من مواليد آسفي في العام 72 900 وألف. عنوان سكناه، لم يستطع أحمد الهامل أن يفهم العنوان. في جواز السفر أختام كثيرة بمداد أحمر تارة وأزرق أو أسود أخرى، أختام مربعة ومستديرة. في الصورة التي على بطاقة التعريف الوطنية يبدو عبد اللطيف قادر أصغر سنا. انتابت أحمد الهامل حيرة شديدة، ما الذي يفعله الآن؟ يبدو أن وراء تلك الملابس التي دفنت في كيس الدقيق حكاية وسرا. هل يمضي بما عثر عليه إلى مقر الدرك الملكي ويحكي قصته مع الكيس الأزرق؟ وإذا فعل، ما الذي سيحدث؟ هل سيتم القبض عليه؟ وإذا لم يفعل، يأتيه جواب من أعماقه، قد يكون إتلافا لأدلة قد تفكك لغزا وقد تريح حيرانا. قرر أن يحمل الكيس وما عثر عليه بداخله إلى مقر الدرك الملكي. كانت الساعة تشير إلى 8 لما أعاد إلى السيارة الكيس الأزرق والكيس الأسود الذي عثر فيه على البذلة ووثائق الهوية التي تعود إلى عبد اللطيف قادر. لما خرج إلى الطريق الرئيسية عاد أدراجه وأخذ وجهة حي المسيرة. تقدم إلى الدركي الذي يقوم بالمداومة وأبلغه بأنه يريد مقابلة رئيس المركز لأمر هام. سجل اسمه، كان عليه أن ينتظر نحو من ساعة، لم يبد انزعاجا من ذلك، في النهاية هو يؤدي واجبا وخدمة يراها نبيلة. بعد دقائق
بدأ يتوافد على المركز أناس لم يعرف منهم أحدا. ثم لما اقتربت الساعة من التاسعة نادى عليه رجل الدرك، مضى به إلى مكتب به ضابط شاب، فأن سأله عن حاجته حتى أبلغه بما اكتشفه. قال له إن الأشياء التي عثر عليها توجد في سيارته التي ركنها بجوار المركز. نهض الضابط الشاب من مكانه ونادى على مساعد له ورافق أحمد الهامل إلى سيارته. ما أن فتح الباب الخلفي حتى ظهر الكيس الأزرق وبجواره ذاك الكيس الأسود الذي به البذلة ووثائق الهوية. حملت تلك الأشياء كلها إلى داخل المركز ووضعت في مكتب به أشياء أخرى. فتح الضابط الكيس الأسود وأخرج منه البذلة وجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية. سريعا تبين للضابط أن تلك الوثائق تعود إلى شخص يسكن في فرنسا. كان يتفحص تلك الوثائق في صمت، وكان أحمد الهامل يتابع. ثم أمر الضابط بأن ينظر ما إذا بقيت أشياء أخرى في كيس الدقيق. جاء أحد المساعدين بكيس فارغ لونه أصفر وبدأ يفرغ فيه الدقيق الذي في الكيس الأزرق. كان الضابط الشاب يتابع دون تعليق. ثم وبينما كان المساعد يكاد يبلغ قعر الكيس، أمسك بكيس بلاستيكي آخر أصغر حجما. كان كيسا شفافا وضعت به عدة أوراق. كان المساعد يضع في يده قفازين. أمر الضابط ألا يلمس أحد ذلك الكيس وأن يوضع في كيس لنقله إلى المختبر. لم يكن في كيس الدقيق أي شيء آخر. أقفل باب ذلك المكتب الذي يستعمل كمستودع، وعاد الضابط الشاب إلى مكتبه يرافقه مساعده ومعهما أحمد الهامل الذي توقف عند باب مكتب الضابط. نودي عليه، ولما دخل طلب منه الضابط أن يجلس على أحد كرسيين أمام المكتب. كان المساعد قد استعد لكتابة المحضر. أدلى أحمد الهامل بكل المعلومات التي تتعلق بحالته المدنية. هو من سكان دوار ولاد إبراهيم، حيث ازداد قبل 45 عاما، أب لخمسة أولاد، ويعمل تاجرا متجولا بين الأسواق. في أقواله قدم أحمد الهامل توصيفا دقيقا للظروف التي اكتشف فيها ذلك الكيس على جانب الطريق الرئيسي. تحدث عن فضوله الذي دفعه إلى معرفة ما في ذلك الكيس الأزرق، ثم كيف انتبذ له مكانا عند تلك الشجرة قبيل الوصول إلى دوار جراوة، وكيف أخرج الكيس الأسود واكتشف به البذلة ووثائق الهوية. وقع الرجل على المحضر وطلب منه أن يحضر فور تلقيه الاستدعاء. بدا للضابط الشاب أنه أمام لغز حقيقي يتعين فكه. طلب من مساعديها البحث في سجلات المبلغ عن اختفائهم عن رجل اسمه عبد اللطيف قادر. في جواز سفره ختم آخر دخول له إلى المغرب بتاريخ 7 يوليو من العام 96 900 وألف. كان الدخول عبر باب سبتة. عدا ذلك كانت بطاقة التعريف الوطنية تتضمن تاريخ ميلاده وعنوانه في مدينة غرونوبل في فرنسا. لم تسفر عملية البحث في سجلات الأشخاص المبلغ عن اختفائهم عن أي نتيجة، وبشكل تلقائي تم تنقيط رقم بطاقة التعريف الوطنية للمدعو عبد اللطيف قادر، عسى المتوفر من المعلومات يتيح منفذا إلى فك اللغز. لم تكن هناك معلومات أخرى عن الرجل. وبينما كانت التحريات تجري في كل الأحياء والدواوير، أرسل الكيس البلاستيكي الشفاف إلى المختبر، كما أرسل جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية. تم رصد بصمات على الكيس البلاستيكي الشفاف. لم تكن لأحمد الهامل الذي وجدت بصمات له على بطاقة التعريف الوطنية والصفحة الخاصة بصاحب جواز السفر. تمت إحالة تلك البصمات على قاعدة البيانات لدى الشرطة القضائية. وما لبث أن قفز إلى الواجهة اسم جديد، هو اسم فضول المرشافي، رجل في 34 من العمر. سبق له أن أمضى عقوبة بالسجن بعد أن أدين في قضية سرقة. يسكن المرشافي دوار ماشو، وكان بعد أن غادر السجن قد اشترى سيارة يستعملها في النقل السري. قبل أن ينتصف النهار كان المرشافي ماثلا أمام الضابط المكلف بالتحقيق في قضية الكيس الأزرق. كانت بصماته واضحة، كما هي واضحة بالنسبة للمحققين صلته بملابس ووثائق هوية عبد اللطيف قادر الذي يبقى مصيره مجهولا.
لم يكن المرشافي الذي ترك شعره يتدلى على قفاه وأرخى شاربيه يبدي خوفا أو قلقا. سأله الضابط عما إذا كان يعرف عبد اللطيف قادر، لم يراوغ ورد بأنه يعرفه جيدا. وحين لمح نوعا من الاندهاش على وجه الضابط الذي يسأله استطرد قائلا: أعرفه لأنه صهري زوج أختي. لم ينكر المرشافي أنه من وضع تلك الأشياء في كيس الدقيق، لأنه كان يريد أن يخلق لعبد اللطيف قادر بعض المتاعب، لأنه كان يريد تطليق شقيقته والزواج من فتاة في أسف. في الأوراق التي كانت في ذلك الكيس البلاستيكي الشفاف وثائق تثبت أن عبد اللطيف قادر كان ينوي الزواج وأنه حصل على إذن من القاضي. علم المحققون من فضول المرشافي أن شقيقته زوجة قادر تعيش في فرنسا رفقة أطفالهما الثلاثة. ولما سئل عن مكان وجود عبد اللطيف تردد قليلا ثم قال إنه يحتفظ به في مكان آمن في دوار جراوة. لما انتقل المحققون إلى عين المكان وجدوا رجلا مقيد الرجلين مربوطا بسلسلة من يده اليسرى إلى نافذة. في تلك الغرفة لا يوجد شيء يذكر. كان رث الملبس، طالت لحيته وشعر رأسه وبدا شاحبا. نقل الرجل إلى المستشفى بينما قبض على المرشافي. لاحقا علم من الرجل أن صهره استدرجه إلى حيث كان محتجزا بعد أن علم أنه سيتزوج امرأة أخرى. كانت شقيقته تمده بالمال لقاء ما قام به. قال عبد اللطيف إنه كان يريد الزواج من فتاة من آسفي لأن زوجته رفضت العودة إلى المغرب للاستقرار به. توبع المرشافي بتهمة احتجاز شخص ضدا على رغبته وإتلاف وثائق، بينما وضعت شقيقته ليلى المرشافي على قائمة المبحوث عنه. قناة تنمو دبي.